صحيح أن الرجل ملزوم بالمهر شرعاً وعرفاً، لكنه مو ملزوم أبداً بالقاعة ومصاريف العرس. بصراحة أشوف هالعادة فيها ظلم للرجل، وتظلم بعض العرايس، لأن بعض من أهل نجد وأهل الشمال هم اللي يقومون مصاريف حفل الزواج. مصاريف العرس يعني إيجار قاعة، تكاليف مصورة، تكاليف ديكور وكوشة وتنسيقات، تقديمات وتوزيعات، شيء للتصوير وشيء ينوكل وشيء ما ينوكل، كيكة مردها إلى زبالة الله يكرمكم، تكاليف الفستان اللي قد تصل إلى 100,000. إذا نسيت شيء علموني، بس حبيت أوريكم الترمس عندي. المطربة إذا ما كانت مطربتين، الهيرستايل. طبعاً ما ننسى أثار الضغوطات النفسية اللي حرفياً ما رح يجي هاليوم إلا وقولونكم أنتم الاثنين منتفش. التحضير لهالشكليات حرفياً بيحرمكم متعة أنكم تعيشون اللحظة. ليلة ممكن ما تتكرر في العمر راح تعيشونها بسترس وضغط. ترى مدة العرس كلها من 2 إلى 3 ساعات، بيحضر فيها الناس اللي تحبكم وتعزكم وجاية تفرح لكم. بالمقابل راح يحضر نسبة كبيرة هم جايين دماتة، مقارنة، فضول، طقطقة، أو منافسين زواجهم قريب ويبون يسوون شيء أفخم من عرسكم، فلازم يجون يشوفون أنتم مش حاطين عشان يسوون شيء أطلق. خلال سويعات هالحفل الناس تصهلل ومتنكسة ومبسوطة وتصور وتحلي وتتقهوى، وانتي وزوجك منحشرين في غرفة تنتظرون متى يجي وقت الزف. ما بتوصلين نص الستيج إلا والناس قايلة السلام عليكم، تصبحون على خير، ورايحين يتعشون أو ماشيين بيوتهم. لأن زفيتي مع المعرس في ناس تحبك، راح تشوفكم كيوت يزين، هم عصافير الحب. بس في فئة ثانية متعهدة حفلات، أقدر أقول لك هي الأكثرية، بتشوف إنك ما تستاهلي، وإنه أطول وهو أزين وخداها على وشه، ولا تجيك تترزاز تضبط مكياجها وعطرها وتقعد على أول كرسي تترقب. ما تدري إن المعرس لو يركب 10 عيون ما يمدي يشوفها ولا يطسها من كمية الإضاءة والسترس النفسي اللي هو حاسه. نصيحتي لكم اكتفوا بالزواج العائلي، أقارب الدرجة الأولى فقط هم الناس اللي تحبكم صدق وتتمنى لكم الخير. ووفروا هالمبلغ في دفعة لتملك بيت، أو في سفرة لكم، أو في ذهب تستثمرونه، أو وإذا كان قرض عشان مصاريف هالزواج، نصيحة لا تضيعون أجمل سنين حياتكم، يكون 5-10 سنين لقدام وانتم